يعني في الحقيقة انه اللي حصل مع عمال النقل العام نقلة جديدة في تعامل الدولة مع العمال، انه عمال يبقوا بيرفعوا شعار اساسي وبيدعوا الاضراب علشان خاطر حقوقهم اللي المفروض كانت تتنفذ من سنين، فتتحول القضية الى انهم يبقوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة، ودي التهمة الجاهزة لأي حد معارض لهذا النظام. في الحقيقة كلنا لازم نقف ونطالب بالإفراج الفوري عن عمال هيئة النقل العام.